شنو صاحبي؟ فما حقاوة اليوم ولا باش تتلفتوا للبنك اللي بحدين هذيا؟ فكرت قبلك صاحبي أبوه قوي وباش نحلوه توا البنك المركزي. ايه طيب فما حويجه اللي بالك يرشنا. هذه حالة الصرف، هذه حالة الصرف. توا باش نشوفوا حالة، شوفوا مع بعض. انا طفل ولدي وش مدخلني فيه هنا هاي باريخ بر امرا ونهارك ما نقول شبر رسمي ولدك والله خالص يقرب لين خالتيني نخدم على عيل خالتيني ناكل في الخبز مسارك دبري راسك معاه واش بقالك اشبر دبري راس هو منبه علينا عنده الحق بري خالتي بكوش ومسلك اخذ راسي واضرب حتى القلال ما تحردي فيهم هاي باري رو برد يا خاتي ولا خاتي هذه المرأة الفلاح تو باش نشوف الفم نعم احضر الفطور ولا مازال وينو الفطور يا سخطة هيا التوا يا سي كل رتار ايه فرش لي صبات سي بان جيب لي كتبي شرتي شرتي ما لقيتهاش دخلتي شرتي هذا لا تكون كان ايه عند لي مساوين اكبر تكال خاص انت حبيبي يزيد كوعنا من الريف ما تكون كان انت الريف حد خاطي صاحبي اما طلعوا صوابعك خفيف لازم تنزل صاحبك ربي واحده جايه كيف هذه ايش تنظروا منها انا نرتيك في النوم ما تصرف كندية بالك شي مش هي كان تبعته منيح توا خرجنا مع بعضنا في حالات الاضطهاد والظلم اللي تعيشوا المراه المرولوين في النقل العمومي تعرفوا محل
الشيء تعرضت للتدخين وتعرضت للسرقة وتوا تفرجنا شكون تو تفرجنا الشخصية المظلومة شكون ما فهمتوناش تو الأربع حالات هذوما الخمسة حالات اللي عشناهم ببعضهم شكون اللي يحب يدخل المساكن وما حدش نجم تدخل في بلاصة المظلوم تدخل في بلاصة يا حاطين روتانا سينما برك تغمز فيا تبدل وضعية حاطين مش عادات تغمض عينيك شكون اللي حاب يدخل مجهول يبدل وضعية في النقل الريفي المرأة في تونس تتعرض لبرشا اضطهاد في الخدمة المرأة تتعرض لاضطهادات منها مثلا عارفة يتحرش بها ولا ما عندهاش حق تاخذ كونجي على خاطرها حبنا باش تولد ولا عندها ظرف خاص تم جملة من الحالات الاجتماعية الأخرى اللي والحقوق الأخرى اللي ما تمتعش بها المرأة في تونس ها باش نشوف شنو الحق الأخر اللي ما تمتعش بها المرأة في تونس وين ماشي؟ باش نتخ؟ ادخل نتخ؟ ما علاش نسيت نتخ؟ هذا حقي يخليني نمشي. هاي! انت تدخ في كامل ورقة الحمرا. أنا نقول. حط كامل ورقة الحمرا. تو؟ لهنا نشوفوا من المشهد هذا انه المرأة ما عندهاش الحق باش تنتخب. اش كنتوما مرأة